الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والاخلاص وصلنا معكم إلى دراسة ونقد عنوان ينقض ما مر بالنسبة لنقده للتورية كحل فإنه لا بد من القول إشارة إلى حل الفخر الرازي للمسألة مرت علينا نعم فيما مر المهم بالنسبة لنقده للتورية الرواية معروفة ولكم في التورية مندوحة عن الكذب كحل فإنه لابد من القول لا تستلزم التورية انتفاء الكذب لماذا؟ لأن التورية فن لا يجيده كل أحد في كل ظرف نعم تورية في بعض الموارد بل في كثير من الموارد صعبة جدا أضف إلى أن التورية لا تجوز في كل موطن فمن شروطها أن يترتب عليها عنوان راجحون نعم يتغلب على العنوان الفعلي كأن يدور الأمر في مسألة ما بين الكذب وإنقاذ روح بريئة كروح النبي أمام الطاغوت في موارد خطيرة فلا تكون التورية لعبة بيد الإنسان فإن استطاع المرء في هذه الحالة أن يوري بدل الكذب فهو أفضل بل يترجح ليس هو أفضل اثنين وهكذا أجابوا على نقد الرازي للحل الثاني للعدلية نعم هنا فيه مصادر في الحاشية المحقق البحراني في قواعد المرام في علم الكلام نعم صفحة 107 الكذب مقتضن للقبيح وليس علة تامة عادة يقسمون الفعل في دائرة الحسن والقبح إلى أقسام ثلاثة القسم الأول علة تامة للحسن أو علة تامة للقبح ما صديق هذا القسم العدل علة تامة للحسن الظلم علة تامة للقبح القسم الثاني ليس علة تامة ناقصة إذا انتفى المانع وتوفرت شروط ولم يكن هناك وجه واعتبار الفعل يندرج تحت الحسن أو يندرج تحت القبح القسم الثالث هو لا بشرط فعل هو حسن ولا هو قبيح إلا إذا عرضته وجوه واعتبارات هذه القسمة المتداولة في علم الكلام وفي علم الأصول وهذه القسمة في تصوري أنا غير صحيحة الفعل مطلقا مهما كان يدخل في نظام القيم فهو حسن يخرج عن نظام القيم فهو قبيح سمي أنت النظام القيم هو العدل سمي خلاف نظام القيم هو الظلم ولهذا العدل على تمل للحسن يعني كل من دخل في إطار النظم القيمي فهو حسن تعال الأمر كل من خرج عن هذا الاطار فهو قبيح مهما كان هذا الفعل نعم هنا جواب البحراني وغير البحراني يقولون الكذب ليس عله تم للقبح اذا لم يعرضه عنوان وبقى في شأنه فقط فهو قيمة أخلاقية من باب الرذيلة فيكون قبيحا الصدق كذلك ليس علة تامة للحسن الصدق متى يكون في دائرة النظم الإلهي إذا كان لوحده بدون طرو عنوان أو وجه عليه نعم الكذب مقتض للقبح وليس علة تامة مقتضي هذا اصطلاح يعني علة ناقصة يعني اذا لم تكن هناك وجوه وموانع غير ان ما من شانه ان يمنع تاثير الكذب في القبح فانه لا يعدو حالتي. من يرجع او يرجع الكذب في دائره القيم الالهيه يجب ان تعرضه وجوه يقول في حالته فاما ان يكون مانع العقلين اي ما يدركه العقل وإما أن يكون مانعا شرعيا طبعا ما يدركه العقل يعني من ملاكات واقعية وما يأتي به الشرع من ملاكات واقعية وهو ما وصلنا من ناحية الشرع وكلاهما باطن لا يقبل هذا الأمر ذلك أن الاحكام والملاكات العقلية واضحة وان الاغراض والأهداف الشرعية قد بينت بجلاء هذا الحديث موجود في شرح التجريد للمحقق الطوسي والعلامة الحلي نعم هنا يأتي به في الصفحة الآتية الحلي جمال الدين كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد تجريد الاعتقاد تصحيح حسن زاد أبوي صفحة 304 نعم البحراني أخذه من العلامة الحلي نعم غير أن ما من شأنه أن يمنع تأثير الكذب في القبح فإنه لا يعد حالتين فإما أن يكون مانعا عقليا أي ما يدركه العقل وإما أن يكون مانعا شرعيا وهو مواصلنا من ناحية من ناحية الشرع يعني من ناحية الوحي وكلاهما باطن ذلك أن الأحكام والملاكات العقلية واضحة ليست كلها واضحة نعم لأن الإنسان لا يعيش في المريخ سياق تاريخي سياق بيئي قبلي مذهبي ايديولوجي طائفي فتختفي كثير من هذه الملكات الحقيقيه فيتخبط العقل البشري اذا هذه الملكات العقليه يعني الملكات الواقعيه التي يصل اليها العقل اما ان تكون بديهيه هذا الاول هذا واضح لا شك فيه مستنبطه مباشره من البديهيات هذا واضح لا شك فيه مستنبطه بوسائط هذا فيه نعم دونه قد يعني من الصعوبة بما كان أن يصل إليه ال الذي هو غارق في البيئة الظلمية ذلك أن الأحكام والملاكات العقلية واضحة وأن الأغراض والأهداف الشرعية قد بينت بجلاء من الشارع وليس في هذا البين من خفي مسطور ومن هنا فإن احتمال أنه قد يكون ثمة من تأثير الكذب في القبح مانع لا يعلمه أحد هو احتمال تشكيكي يعني فيه شك ليس التشكيكي بمعنى الاصطلاح لا لا ينبغي ترتيب الأثر عليه لكنه بقطع النظر عن صحة هذا الرد أو سقمه هذا كلام شيخ مصباح خاصة الأخلاقيون خاض الأخلاقيون من واقعيين ومطلقين يعني من يؤمن بالواقعيات الأخلاقية ويقول بالإطلاق ولا يقول بالنسبية في مسألة جواز الكذب من عدم جوازه خصوصا وفي قيود وشروط الأحكام الخلقية عموما ولقد آمن كانت من بينهم بأن الأحكام الأخلاقية غير مقيدة أو مشروطة بنتائجها هذا الذي يسميه الإلزام المقولي الإلزام المقولي المعنى المقولي بالمعنى الكانتي يعني الإطلاق أنت تقول إنسان حيوان حملت الحيوانية على الإنسان بالإطلاق لا تقول إنسان حيوان حينما يكون أسود اللون أو يكون في أستراليا أو في كو يكون في القرن العشرين أو يكون في القرن في زمان آدم لا 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 مطلق غير مقيدة مطلقا مطلق ولا مشروطة بأي شرط هذا هو الإطلاق المقولي الكانتي نعم آه والإيبوتيتيك المشروط نعم إذا فعلت كذا لك كذا كانت لا يؤمن بالأخلاقية المشروطة يؤمن بالإلزام المقولي بمعنى الكذب قبيح خلاص القبح يلازم الكذب مطلقا إذا كان الإنسان أمام طاغوت يريد أن يقتل النبي وهذا الإنسان يعرف مكان النبي كانت يقول الكذب قبيح مطلقا يجب ان يصدق تقول له مسؤوليه كبيره يقتل النبي يقول هو ليس مسؤولا عن قتله ومسؤول عن صدقه فقط ويجب عليه لا يكذب وواجب عليه الصدق يصدق من يتحمل تبعات الفعل القتل هو المجرم وليس المتحدث هذا الصادق أخلاق كانت هي أخلاق الرواقيين لا تؤمن لا بالغائية في الأخلاق ولا تؤمن بالإحساسات والإلزام المطلق غير مشروط أخلاق حديدية لا يتحملها الإنسان نعم ولقد آمن كانت هذا صاحب المدرسة الأخلاقية الكبيرة من بينهم يعني من بين الأخلاقيين بأن الأحكام الأخلاقية غير مقيدة أو مشروطة بنتائجها يعني غير مقيدة وغير مشروطة بنتائجها هو لا يقول الكاريزما يعني لا يؤمن بالأخلاق الغائية يعني أنا أفعل هذا الفعل لأدخل الجنة يعني لا يؤمن بها يقول أنت تفعل الفعل وخلاص انتهى الأمر فالصدق في نظر كانت من باب المثال هو مطلقا وفي كل آن واجب أخلاقي لا إثنافي فيه على الإطلاق إذا كانت لا يؤمن بهذه الوجوه الاعتبارات مثلا أنت الآن أمام طاغوت وتعرف مكان النبي تصدق يقتله تكذب تنقذه هذا العنوان إنقاذ النبي يأتي ويستقر على الكذب يجعله مشروعا هذا كانت لا يقبله نعم يقول واجب أخلاقي لا استثناء فيه على الإطلاق حتى وإن تسبب في مقتل الألاف من الأبرياء كما أن الكذب حيثما كان شر خلقي لا بد من اجتنابه وإن حال دون قتل نبي أو إنسان بريء هذا من كانت الأخلاق الحديدية لا أدري شيخ مصباح يتناول مبانيه أم لا فباعتقاده يعني باعتقاد كانت مثلا انه اذا سأل سالك قوم هل من اي من من اي مدخل مدخل مدينه كذا كان لزاما عليك اخبارهم به بالدقه وان تيقنت انهم عازمون على دخولها لتدميرها نعم ونهبها والفتك باهلها تقول لي كانت تسبب في هلاك قرية يقول لا هو صدق هذا هذا هو واجبه هذا هو واجبه انتهى الأمر اتباعات تبعات على من؟ على هذا على المجرمين ليس هو هذا مبنى كانت إذا وصلنا إلى محله هناك نناقشه نعم وإن تيقنت أنهم عازمون من سألوك على دخول القرية لتدميرها ونهبها والفتك بأهلها فلقد كان يؤمن بأن علينا العمل بتكليفنا نعم هو الديونتولوجيست هو ويؤمن بالمدرسة التكليف وليس بمدرسة الفضيلة بغض النظر عما عم سيستتبع سيستتبع سيستب... هذا العمل من نتائج وتبعات نعم المصادر الذي أخذ منها الشيخ مصباح هذه المباني الكونتية موجودة على الهامش نعم أسس ميتافيزيقا الأخلاق من أروع كتب كانت وترجم ظهر المكاوي ترجمه وأنا عندي نسخة بالعربية ترجمة جميلة موفقة نعم وعنده كذلك نقد العقل العملي مترجم كذلك إلى اللغة العربية لكن غالبي غالبية غالبية الواقعيين والمطلقين يعني من يؤمن بالواقعية الأخلاقية ويؤمن بالإطلاق ليس بالنسبية في المقابل يقرون بكون معظم الأحكام الخلقية مقيدة ومشروطة نعم يخالفون كانت يعني الكذب لا الكذب لإنقاذ النبي يتعين يدخل في النظم القيمي لعنوان إنقاذ النبي نعم إذا وصلنا إلى حل الشيخ مصباح نبين المسألة جيدا هناك تتضح أحسن نعم بعد هذه الصفحة هنا يقول حل الحل المقبول اصبروا معي نعم فلا تنافي في نظرهم بين ذاتيه حسن وقبح الافعال ومطلقيه الاخلاق من جهه وكون بعض الاحكام الاخلاقيه مشروطه من جهه ثانيه كيف تخيل انت الان امام طاغوت يريد ان يقتل النبي وانت تعرف مكانه الاطلاقيون والواقعيون يقولون هكذا في كل مورد يشابه هذا المورد هنا إطلاق الكذب هو المتعين مطلق غير مقيد بأي قيد نعم يعني هنا دائما يكون هذا الوضع هذا هو الإطلاق مطلق هذا المورد يجب أن تكذب مورد يشبهه يجب أن تكذب لطرق عنوان إنقاذ الأنبياء والأبرياء والأولياء و و موارد متعددة دائما الحكم هو هذا هو الإطلاق العموم نعم ونتطرق هنا إلى حالين يجيبان على ما ذكر من إشكال القبح الذاتي للكذب مع القبول بأنه مجاز أحيانا إذا فخر رازي وغير الفخر رازي من الأشاعرة انتبهوا إلى هذه النكتة كيف يكون الفعل حسنا بذاته ويتغير الذاتي لا يرفع اشكال كذب كذب قبيح قبيح كيف يصير حسنا بطروه العناوين انقاذ نبي نعم هذا الاشكال الحل الذي جاء به الشيخ مصباح هو الصحيح نخالفه فقط في المصطلح او في مقاربه المصطلح الرد الذي طرحه بعض متكلمي الشيعة هنا العلم الحلي والمحقق الطوسي في التجريد على هذه المسألة والذي تؤيده القواعد الأصولية أيضا وهو قولنا في المواطن التي يستوجب الصدق صدق قتل نبي أو إنسان بريء أو يقود الكذب إلى نجاة نفس النبي نفس نبي يكون لفعلنا عنوانان مختلفان من هنا قتل من هنا الكذب وقبيح إنقاذ نبي حسن كم عنوان؟ عنوان نعم الأول هو الصدق الصدق يعني تقول هذا هو النبي ثم يأتي الطاغوت ويقتله والثاني كونه سببا للقتل أو قول الكذب وكونه سببا لنجاة النبي إذا إما أن تصدق يؤدي إلى هلاك النبي وإما تكذب يؤدي إلى نجاة النبي فأنت هنا في هذه الحالة كيف المبرر للكذب هو ذلك العنوان ليس الكذب ذلك العنوان إنقاذ النبي إن عنوان في النظم الإلهي هو المتعين نعم قول الصدق والثاني كونه سببا للقتل فهو حسن من جهة كونه قولا للصدق هذا هو مبنى مبنى كانت تصدق يقتل النبي يقول لك هذا ما يهمك انت نعم وقبيح من حيث انه سبب للقتل كانت يقول انت ما عندك دخل يتحمل مسؤوليه الجريمه القاتل لست انت انت فقط تصدق هذه وظيفتك هذا هو الالزام المقولي الالزام الاطلاقي وهذا اشبه بما يبحثه علم اصول الفقه من اجتماع الامر والنهي في فعل واحد هذه مساله اصوليه عميقه جدا يليت الشيخ لم يذكرها او ذكرها من باب المشابهه فقط ويتيسر في مثل هذه الامثله ان تحصل حاله من ثلاث فاما ان تتساوى مرتبه حسنه وقبحه وهنا يتعارض الحسن مع القبح فلا يبلغ اي منهما حد الفعليه يعني لا هو مكلف بالصدق ولا هو مكلف بالقبح. ولا يكون الشخص بالفعل مستحقا للمدح والثناء ولا مستوجبا للذم والتقريع. واما ان تكون مرتبه حسنه اقوى واشد من قبحه فيكون اهلا للاطراء بالمقدار ذاته. اما اذا كان وجه قبحه اقوى كان بالفعل مستوجبا للذم. من هنا فان الصدق استنادا الى الى هذا الرد. حسن دائما دون استثناء هذا وإن قهر حسنه أحيانا وغلب من قبل حسن أعظم وأشد هذا الذي أنا أسميه الوجه والاعتبار والعلماء يسمونه كذلك الوجه والاعتبار ما هو إنقاذ نبي إذا الصدق لوحده بدون عنوان طارئ هو النظم الإلهي النظم القيم الإلهي جاء عنوان إنقاذ النبي هو النظم القيم الإلهي ليس هذا التلفظ الذي يخالف الواقع نعم ولما كان الجمع بين الحسنين محال فإننا بحكم العقل يعني يصدق وينقذ النبي محال نعم إذا صادق أمام الطاغوت النبي يقتل صدق واذا انقاذ النبي هذا لا يمكن اذا يجب ان يكذب هل الكذب هنا في متن القيم الالهيه؟ نعم بعنوان الكذب لا بعنوان انقاذ النبي ولما كان الجمع بين الحسنين محال فاننا بحكم العاقل يعني العقل يدرك ناخذ بالحسن الاعظم والاقوى ونغض الطرف عن الاضل والاضعاف يعني الكذب وانقاذ النبي الكذب وإنقاذ من النبي الكذب له رذيلة يولد رذيلة إنقاذ النبي يولد نورانية تذوب هذه الرذيلة مثل ضياء الشمس أمام ضياء النور ضياء النور يختفي وعلى حد قول الخواجة ناصر الدين الطوسي إذا تعارض قبيحان حاكم العقل بوجوب العمل بأضعافهما قبحا مع الشعور بقبح الأقوى مع الشعور يعني بما بمعنى بالوعي مع الوعي يعني عندك أنت قبيح ضعيف وقبيح قوي تعي بالقبيح القوي فتمارس القبيح القبيح الأضعف قتل النبي قبيح قوي الكذب بوعيك بقتل النبي يصير قبحا ضعيفا فانت تلتزم به تكذب لانقاذ النبي اذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل باضعافهما قبحان مع الشعور بقبح الاقوى الشعور يعني مع الوعي وها هنا ترك ان جاء النبي مع القدرة عليه قبيحون مع القدرة عليه طبعا بشرط انه يقدر العاجز لا والكذب قبيح يعني الكذب آه تقول لهم ما فيه نبي في الغار او ما موجود نبي هنا نعم والكذب قبيح لكن الاول قتل النبي او ان جاء النبي آه او قتل النبي اقبح فيجب العمل بالاول يعني أن تكذب على الطاغوت مع الشعور بقبح الثاني يعني مع الوعي بقبح قتل النبي ويلجؤون إلى التعريض كي لا يرتكبوا فعل القبيح الذي يضطرون إليه نعم ولا يلزم من ذلك عدم القطع بقبح الكذب لأن العقل هو الحاكم بالقطع ليس الحاكم الكاشف إذا قال العقل حاكم يعني يكشف إلا إذا فسرنا العقل بالعقل الصرمدي العقل الصرمدي يعني هو القاعده يصير ويحكم، اما العقل البشري لا يدرك. لان العقل هو الحاكم بالقاطع. ولا يندفع حكمه بتجويز احتمال التخلف. كما مر في الاحكام العقليه الضروريه، وانها لا تنثلم بالاحتمالات التي يذكرها السفسطائيون. اذا الكذب يبقى قبيح. قبيحا لماذا أنا أكذب لإنقاذ النبي لأجل هذا العنوان الجديد وهو إنقاذ روح النبي من الطاغوت فالكذب هنا رذيلة سوداء تختشي أمام ضياء كبير وهو إنقاذ النبي إذن العقل يدرك مرجحية الكذب تعين الكذب نعم ومرجوحيه الصدق الحل المقبول يأتي الشيخ مصباح ويأتي بالحل الجميل وهذا هو الذي أنا أعتقده يبدو لنا أن أفضل حل لمثل هذه الشبهات وأنسب رد عليها هو التمعن أكثر في معرفة مواضع الأحكام والقيم الخلقية يعني يجب نعرف ما معنى هذه القيم وهذه القوانين الآخ يعني تقول العقل يصح لك تقول الخير يصح لك تقول العدل يصح لك تقول الاراده الالهيه يصح لك تقول الحكمه الالهيه يصح لك تقول نظم القيم يصح لك كلها الفاظ تدل على حقيقه واحده نعم يعني انت اذا كذبت لانقاذ النبي أنت في حكم العاقل في حكم العادل في حكم الاراده الالهيه في حكم نظم القيم نعم في حكم الحكمه الالهيه جيد فلو تفحص تفحصنا بدقه لوجدنا لو ان المناط العام يعني الملاك العام للمثل الاخلاقيه هو المصلحه الحقيقيه للفرد والجماعه المصلحه الحقيقيه للفرد والجماعه هنا الشيخ مصباح يوافق بنطام و ميل يا عجيب يا شيخ مصباح نعم الملاك في القيم الإلهية هو المصلحة الحقيقية للفرد والجماعة لا لا ليس المصلحة يا شيخ مصباح هو التماهي في القانون الإلهي تماهي في الإرادة الإلهية تماهي في النظم القيم إن إذا قلت مصلحة فرد جماعة أنت أحلت الخير إلى, الحي... إلى الخير النفساني نعم بيان Subjectiviste يعني في حظ النفس اخلاق لا تدور مدار الحظوظ تدور مدار الخير مدار الخير نعم اذن الـ 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 الانسان الحقيقي لا يدور مدار المصلحه لا الفرديه ولا الجماعيه نعم تقول للشاب لماذا تذهب للجبهه للدفاع عن المقدسات والوطن والكرامة والعزة يقول هذا خير في حد ذاته مرة يقول تكليف يعني تكليف التكليف هذا يضعني في الخير لا تريد شيء لا ما عندي علاقة بشيء نعم وقد يستشهد ويروح في مصلحة فردية في مصلحة جماعية ما عنده في ذهني هذا الأمر هنا انا اخالف الشيخ مصباح الا اذا كان يعني بالمصلحه الحقيقيه لانه قيدها بالحقيقيه للفرد والجماعه والتماهي في النظم الالهي والتماهي في القانون الالهي هنا آه نكون محل اتفاق في محل في نكون متفقين والمصلحه يبين المصلحه ما هي هي كل ما يوجب كمال الانسان و صلاحه الحقيقيين الذي يوجب الكمال والخير هنا الخير هو يطلق عليه المصلحة نعم لكن لا ينظر إلى المصلحة الفردية أو الجماعية هذا حظ النفس هذا يسمى الخير الذاتاني أنا أشتغل على الخير الموضوعي لماذا تتصدق على هذا البائس مسكين هذا الفقير المحتاج لأنه خير في حد ذاته ليس لأنه مصلحتي أنا فيه أو مصلحة الجماعة لا أبدا مصلحة الجماعة كيف إذا تصدقت على هذا الفقير لا يسطو ولا يسرق ترتاح الناس من شره لأنه هو خلاص اكتفى ففي مصلحة فردية ومصلحة جماعية لا الأخلاق الإلهية لا تؤمن بهذا الأمر تؤمن بالخير لماذا تصدقت؟ لأنه خير انتهى الأمر يترتب على ذلك كمال في نفسه ويرقى شيء اخر يستقر المجتمع في هناء وامن شيء اخر نعم يجب هكذا نفهم المساله نعم البقيه تاتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد